بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ بدأنا مع بعض في الفيديوهات السابقة الإير، وتكلمنا مع بعض عن الإكسترنال إير، وعرفنا إنه الجزء ده اسمه الأوريكل، والقناة دي تسمى الإكسترنال أوديتري ميتس، وإنه هذه القناة بتنتهي بالتمبانيك ممبرين أو طبلة الأذن اللي بيفصل أو اللي بتفصل ما بين الإكسترنال إير وما بين الميدل إير. هذه المنطقة اللي احنا بنسميها الميدل إير، وهي هتبقى موضوعنا الأساسي النهاردة. اول حاجه، المنطقه دي كلها بنسميها الميدل اير او الاذن الوسطى، وهذا التجويف الموجود بداخلها والمنطقه اللي موجوده جوه دي بنسميها التمبانيك كافيتي. اللي هي التمبانيك كافيتي، يبقى انا عندي هذا الممبرين او هذا الغشاء يسمى بالتمبانيك ممبرين، وهذه المنطقه وهذا التجويف بيسمى التمبانيك كافيتي. طيب التجويف بقى بالعظم بكل الكلام ده كله اسمه الميدل اير او اسمه الاذن الوسطى. واخدت معاك يمكن في الفيديوهات اللي فاتت انه هذه القناه تسمى الفارينجيو تيمبانيك تيوب، وهي قناه بتربط ما بين الفارينكس، طبعا ده اسمه الفارينكس او ليه الجزء اللي هو اسمه البلعوم. هذه القناه بتربط ما بين التيمبانيك كافيتي وما بين الكافيتي بتاع الفارينكس، فبنسمي هذه القناه الفارينجيو تيمبانيك تيوب. طبعا اكيد انت لاحظت معايا ان انا كده يعتبر دخلت جوه السكال او دخلت جوه الجمجمه. طب انا ببقى فين بالظبط في الجمجمه؟ يعني انا دلوقتي دخلت السكال او الجمجمه من الفتحه بتاعه الاذن او الفتحه بتاعه الاير، فانا دلوقتي بدات ان انا اشوف. طبعا زي ما كنا اتكلمنا في الفيديوهات السابقه انه التلت الخارجي من الاكسترنال اوديتري ميتس عباره عن كارتليج، والتلتين الداخليين عباره عن بون، فانا دلوقتي يعتبر دخلت في منطقه بوني او منطقه عظميه. طيب ايه هي العظمه دي؟ لما نيجي نبص كده عشان نقدر ان احنا نتعرف على العظمه ديت، لابد ان انا افتح السكال زي ما احنا شايفين كده ونتفرج على الكرينيال كافيتي او التجويف بتاع السكال من جوه. هنبص نلاحظ ادي النيرف او العصب اللي موجود في الصوره ديت، هنلاقي النيرف او العصب ده موجود هنا، واخد بالك؟ هنا ادي السيمي سيركلر كانالز والكوكليا والحاجات دي، هناخدها ان شاء الله في الانر اير، يعني اللي هي الحته اللي عامله زي القوقعه كده، واخد بالك؟ هنجد هنا انا كده هنا ادي القوقعه وادي القنوات، واخد بالك؟ اللي هي القنوات ديت موجوده هنا في الصوره الناحيه الثانيه. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول انه المشهد ده هو المشهد ده، واخد بالك؟ بس هنا انا باصص على المكونات بتاعت الاير، الاكسترنال اير والانر اير، انما في المنطقه ديت انا جاي، بص شوف انا جاي من هنا اهو كده وباصص من فوق، واخد بالك؟ وبفرجك على، يبقى انا جاي جوه السكال او جاي جوه الجمجمه وعمال ابص من فوق واوريك العظمه واوريك النيرف او العصب واوريك القناه واوريك الكوكليا، واخد بالك؟ طبعا هو هنا في الرسمه ديت، يبقى انا هنا باصص في السكال من جوه وبتفرج على الحاجات اللي جوه. طبعا عشان بس نبقى احنا فاهمين، يعني المفروض الحاجات دي ما تبانش، يعني المفروض الحاجات دي جوه العظم بتاع الايه السكال نفسها. يعني هتبص تلاقي هنا العظم فوق اهو، واخد بالك؟ ومفروض الكوكليا ومفروض السيمي سيركلر كانالز دول موجودين جوه العظم، انا المفروض ما بشوفهمش حتى لما ببص على السكال من جوه، تمام كده؟ انما هو هنا عامل لك رسمه تخيليه كده، عايز يقول لك يعني انه في الحته دي او في العظميه ديت بنلاقي الايه السيمي سيركلر كانالز، وبنلاقي الكوكليا، وبنلاقي الانر اير، وبنلاقي الايه الاعصاب دي. طيب اذا الرسمه ديت هي الرسمه دي، بس الفكره ان انا هنا اهو قمت جاي من فوق كده، واخد بالك؟ وباصص على السكال من جوه من فوق، ولقيت عندك الايه الانر اير، ولقيت الكوكليا، ولقيت الايه النرفات دي. طبعا انت درست دلوقتي السكال او درست المفروض الجمجمه، فلازم تبقى عارف طبعا انه هذه العظمه تسمى البتروس بون، وبالتالي هذه العظمه برضو اللي هي الناحيه الثانيه، تمام كده؟ كل ديت بنسميها الايه البتروس بون. بالتالي في الامتحان لما يجي يقول لك الميدل اير والانر اير موجودين فين، تقول له موجودين داخل البتروس ايه بون، اللي هي العظمه دي اللي هي البتروس بون اللي احنا اخذناه يعتبر في السكال قبل كده. وزي ما انت اخدت في السكال، يمكن الكرينيال كافيتي كنا بنقسمه الانتيرو كرينيال فوسا اللي هي الحته اللي قدام مش باينه قوي في الصوره، وهنا عندنا الميدل كرينيال فوسا، يبقى الحته دي اللي هي فيها البتروس بون بنسميها الميدل كرينيال فوسا، والحته الثالثه اللي هي البوستيرو كرينيال فوسا. فانت في الامتحان طبعا يبقى المنطقه ديت هي الميدل كرينيال فوسا، يبقى انا فوق الميدل اير والانر اير بلاقي ايه؟ بتجد البتروس بون في منطقه الميدل كرينيال فوسا. فلما اجي اقول لك في الامتحان ايه العظمه دي، تقول لي البتروس بون. ايه التجويف اللي بيبقى هنا؟ اسمه الميدل كرينيال ايه فوسا. بالتالي اول ملحوظه نعرفها عن الميدل اير ان هي موجوده بداخل البتروس بون، وان هي لاين. لو جينا بصينا كده وقربنا كده هنجد الغشاء ده ميوكس ممبرين او غشاء مخاطي، فيجي يقول لك ان الميدل اير هي موجوده داخل البون او موجوده داخل البتروس البون او داخل العظام، لكنها مغطاه من الداخل، مطليه من الداخل بالغشاء البينك ده او البامبي ده، لايند باي ميوكس ممبرين. ابدا بقى ان انا اطلع، بص شوف الفرق ما بين الرسمه اللي على الشمال هنا والرسمه اللي على اليمين هنا ايه. انا بدات قمت جاي مطلع لك كل البون او كل العظم بتاع الميدل اير، وقمت جاي رصصه لك الناحيه الثانيه، خلاص؟ يبقى اذا هنا التيمبانيك كافيتي او التجويف بتاع الميدل اير، وهنا برضو الحته ديت بنسميها الايه الميدل اير او الاذن الوسطى، والكافيتي ده بنسميه الايه التيمبانيك كافيتي. هبدا ان انا ادرس معاك بقى التيمبانيك كافيتي والميدل اير.